دكتور اجيلك يمكن يعني مش هتكلم على اللي مشوا من الفرقه خلاص بقى، ربنا يعني كل واحد خد قراره ويسهل عباده يعني، ولكن هتكلم عن انتقال مريم من نادي الزمالك، صح؟ انا صح في الاسم مريم؟ انتقلت مريم مريم مصطفى مريم مص... لا مريم ثروت مريم ثروت من الزمالك لما جت من نادي الزمالك جت للنادي الاهلي، يعني ملابسات التعاقد ازاي؟ الدنيا كانت ماشيه ازاي؟ مضيناها ازاي؟ يعني ليه اتحط كفه انتقال ده في ده؟ يعني معلش احنا عايزين مش تفاصيل طبعا، بس عايزين يعني من بره كده. هي التفاصيل هتبقى مع دعاء محمد. طب دعاء محمد دعاء دعاء انا اسف دعاء انتقالها من نادي الزمالك للنادي الاهلي، لان دعاء عملت ماتش كويس جدا. انا بتكلم على انتقالها، ليه حصل ازمه مع الاتحاد واتقال لا والانتقال وحطوا دي في كفه مع مريم مصطفى؟ يعني كلمنا على التفاصيل. هو الـ 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 يعني بالنسبه للتفاصيل عادي دعاء انتهى. بالظبط هو كان عادي دعاء انتهى، لا ما نتكلمش فيها دي، في قصه انا بتكلم على دعاء عادها خلص في نادي الزمالك، وقعنا معاه الدنيا كانت ماشيه سموث، مفيش مشاكل. طب المشكله جت منين؟ يعني هل كان في عقد يعني ايه ليه اتحصل الهزه اللي احنا شفناها دي، او يعني زي ما بيقولوا الرغي الكتير في الموضوع؟ هو كان الجدال الكتير في الموقف، لان عقد قدام عقد مش اكتر، يعني مش اكتر من كده، مش اكتر. انما النادي الاهلي كان موقفه سليم 100%. طبعا طبعا الاهلي موقفه سليم وقانوني، و يعني اللعيبه انتهت عداها وقعت معانا، صح مش كده؟ ده قصه باختصار يا كابتن. بالظبط كده، الدعاء محمد عداها انتهى، احنا وقعت معانا، دي القصه باختصار. باختصار بالظبط، انما عشان يبقى عقد قصاد عقد والقصه اللي احنا فاهمينها دي الدنيا اتعملت، انما احنا الحمد لله كان موقفنا سليم. تمام. طب كابتن كلمنا عن الامور الثانيه بقى، الا وهي حجز الملاعب، دي رقم واحد. احنا كنا بنلعب في رمضان وكانت المواعيد متاخره في صاله شباب الرياضه. كلمني عن حجز الاوتيلات، توفير كل سبل الراحه للاعبات، خاصه البلاي اوف ده حاجه مجهده. كلمنا على التفاصيل ده يا دكتور. هو زي ما لو ايهاب كده قال، احنا في منظومه، ومنظومه محترمه جدا، وعندنا اداره نشاط رياضي على اعلى مستوى، والتعامل يعني كل قسم في النشاط الرياضي بيبقى متخصص باتجاه، فاحنا بنطلب منهم، وبالتالي بيبقى فيه هندله للموضوع. كلمنا عن الهندله دي يا دكتور. يعني انت دلوقتي عرفت ان في عندنا مباراه يوم الاربعاء بلاي اوف، اول مباراه بتعمل بالزبط. اول حاجه بتعملها بتقوم من النوم تعرف تاخد الجدول، بتروح تعمل ايه في النادي بقى؟ بيبقى فيه طبعا جوابات في كل في تخصصه، في الاسكان، في الباصات، المواصلات، لو في بيبعتوا للاوتيلات والشركات اللي احنا متعاقدين معاها لتوفير مكان. بالظبط تمام كده. وانت بتكون معاهم ولا مجرد انت بتختارهم؟ لا احنا بنختار وبنتابع. تمام. ما فيش يعني مش اختار، مش مجرد اختار. وبعدين بيبقى في كتابه يعني طلب رسمي بهذا الامر ومتابعته، ورد كمان من الاوتيل بوجود الحجز او تاكيد الحجز، ورد من الاتوبيسات بتاكيد الحجز طبعا، ومتابعه مع الشركه كمان بعد الحجز بتاع الباص، متابعه مع الشركه بتاع الباص يعني. ممتاز. وحاليا احنا وصلنا كمان ان بنحجز الباصات يعني عن طريق الميل كمان. ميل كمان يعني. بالظبط. يعني انت بتبعت ميل للنادي والنادي يبعت للشركات. بالظبط. لا في تطور حضرتك فعلا، الاهلي دي قلعه نقول جمهوريه طبعاً. فطبعا حضرتك بتستخدم التكنولوجيه واحدث حاجه بتستخدمها بحيث توصل لكواليتي عاليه جدا طبعاً. قدمت على عهده يا كابتن وانت مسافر ومحتاج عهده معاك ومسافر بيها، اجراءاتها بتاخد كام يوم في النادي؟ لا مش كتير، لان احنا حضرتك برضو في سيستم داخل النادي، في سيستم ما بين مباشر عامل ربط حضرتك ما بين جميع الادارات. ممتاز. ما بين الاداره الماليه يعني يومين ثلاثه بتبقى معاك العهده. بالظبط. وبترجع تسويها بعد ما بتخلص السفريه. بالظبط كده، وفي سهوله، لان حضرتك السيستم بيبص بالقسم، بيبعت للقسم على السيستم، فالامور بتبقى في سلاسه. شفت اللي هو وانت بتتكلم هو طبعا عمال يأيد الكلام ده، لان طبعا الجهاز الاداري. صح. انا ليه بقول الكلام ده؟ عشان الانديه الثانيه تعرف ان المكسب ما بيجيش من فراغ، المنظومه الاداريه من اول يعني راس الاداره التنفيذيه دكتور سعد شلبي لغايه يعني اصغر موظف في النادي، او الحقيقه أو اجدد موظف، ما نقولش اصغر موظف، هي منظومه واحده. منظومه في سيستم كمان دلوقتي معمول خصوصا في الماليات. الحاجه من عند الموظفه بتاعه الماليات. نعم. على الكمبيوتر بتسمع في كل حته، في المراجعه، في الحسابات، في كان زمان ورق بيتشال، كان اول ورق دلوقتي حضرتك على الكمبيوتر، اي موظف يخش على الكمبيوتر بكود النادي، بكود النادي يجيب لك كل اللي اتصرف وكل اللي اتعمل. ودلوقتي الاكواد بتاعت النادي دي بتستخدم في كل حاجه، في صرف اللبس،
في صرف اللبس، في الاوتيلات. السيستم ده بقى له كام سنه معمول بيه؟ لا ده بالظبط من بدأوا فيه من السنه اللي فاتت، الموسم اللي فات ده. برافو. اخر الموسم اللي فات. ما كانت النادي كله الموسم اللي فات. برافو يا كابتن، دي اسرار يعني اسرار حلوه. وانا بقول ليه كده؟ عشان الناس تبقى عارفه النادي الاهلي منظومه كبيره اداريه قبل ما تبقى اي شيء تاني. النادي الاهلي حاجه عظيمه جدا.